بابا ما تعرفني وليدها ليدها كيف نحط في قلبي جديدة يا خبيتش عليا في يوم من الأيام حكاية وإلا كذبت عليا وإلا تجرأت أنك تخمم أنه ما تقوليش كل ولد كركر صباتك وعمل حصة كركر صباتك وتعدى في التلفزة كرونيكر كرونيكرز فما شكون قال لك اللي وديع الجري قال اش بيعمل هكا كان خليته يموت خير صارت بعد سانفرا وسمارة تكون الثالث يعني شنية حكاية التاجيل ولد رجدي أستاذ ومتخرج وكل شيء ويخدم قهوة يجي يسربي القهوة يسربي القهوة 10 سنين وبوه رجدي علوي وقت وديع الجارية عنده نوع معين في كهرباء بسيطة شعبية توا عنده ب 360 ألف دينار هذه جات بيريود نقولوا احنا تأزمت شوية فهمتني مخي بدا نقولوا احنا يذيع شوية خممت في الحركة باش نقلب صحيح بالحق الشابة مع رئيس الشابة عطاك دار وكهرباء عطاني ثلاثة ديار وثلاثة كهرباء فما صحافي خذا كهرباء فما صحافي عرسوا له ما معنى عرسوا له؟ وفروا له تنشنو بجيب له مرأة أنا ما يهمني حتى واحد الكركيرة في حياتي الخاصة مدام هاي مدام هاي خدي حبي الأول والأخير الله أمل علوان أنت ممثلة باهية ولكن زاد شكلك عاونك كيما تو اللي في الانستغرام واللي في الانترنت يا رب يا رب تصفى سمحي عرس وهذا رزن اي نشت على طربو فلس كنت انا قد مشي لدارو طيب لك تاجين ما يعرفش طيب اختاوها بربي هل علي الشيبي هو اول حب في حياتك طول حياتنا قدر نخدمه مع الوطنية حتى طبطة تخدم تخلص اليوم الحاكم ولا قلاب فما شكون يحرش فيك على وديع الجري وديع الجري عنده ماكينة أقوى من ماكينة رئاسة الحكومة شريت ثلاثة ديار بعتهم وخسرت فيهم روحي ما برأت عيني تدمع لقيت حبيب من اللي يسمع علي القاسي ديما اي واحد يسني يقول عادل بهلال اللول وانا جي الثاني كذا شي كيف خي من وقتاش كيف ماما الدمار نتاع عندي ما نقول لك وقتها حتى كاستينغيت قبل كان فيهم برشا خوار زيدا فما اشكال دخلت من غير ما نسمي الاسماء ما لا عندهم صيله لا بالتمثيل ولا نتشرف عليها هذيك زميلتي ولا ذاك زميلي لا والله نكرهك في حياتك ونزيد نذلك نغني لك تاتك يا تاتك ريهيل عداوني على مجلس تأديب باش يأدبوني فسكر لي البرنامج الساعه لا يا نجوم الليل انا ذقت الويل فرحه ويني ما ودارت ولا تجوناش لبيس شو مع نوفل الورتاني نهار السبت 9:15 متاع الليل على قناه التاسعه